السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم وفاء عزت من مطبخ فوفا وتوتا. النهاردة هنعمل الكبدة المستوردة. اقسم بالله ما حد هيقولك على اسرار كبدة العربيات، والتكيلي بقى على كبدة العربيات. مش هقولك المحلات اللي ريحتها بتبقى مفحفحة غير في الفيديو ده ان شاء الله. انتوا هتتأكدوا بنفسكم اللي انا بقوله. فيديو النهاردة هكشف لكم فيه ان شاء الله سر عربيات الكبدة باسرارها. انا عارفة ان قنوات كتير قدموا طريقة الكبدة، بس ما حدش ابدا هيقولك على الاسرار اللي هتشوفيها النهاردة في الفيديو. حصري بفضل الله، عارفاها من عربيات الشارع وخلطة البرنس نفسها معايا بعون الله وباذن الله. خشوا مش هتندموا. بتفوق كمان في عمايلها، عيالك مش هياكلوها من بره تاني. وتكيلي على الموضوع ده ان عيالك مش هياكلوها من الشارع تاني، هياكلوها من ايديك وهيعتمدوها من ايديك. بس قبل ما نبتدي حبايبي، رجاء منكم خاص ليكم، القناة عندي بقالها فترة بعافية شوية والتفاعل قل جدا والمشاهدات واقع جدا، فلو حابين تدعموني يبقى مشاهدة كاملة للفيديو، يعني اتفرجوا على الفيديو للآخر واعملوا اللايك وشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم فضلا منكم وليس أمرا مني حبايبي. يلا بقى نسمي اللي ونصلي على طول. نبدأ في الوصفة ايه على طول. وهنا بقول لكم ازيك يا حبايبي، حطيت صاج انا غسلاه زي ما انتم شايفين واسع كده عشان اعمل فيه، وحطيت ميه سخنته جدا فرشيته بميه بايدي كده عشان اشوف الصاج لازم يكون سخن جدا معايا درجه حراره عاليه، فعمل ايونات مدوره كده اعرفه انه سخن خلاص. وهحط الزيت، طبعا انا مسرعه الفيديو يا حبايبي، فحطيت الزيت، الزيت سخن معايا انا مسرعه الفيديو. وجبت 10 جرام ليا حطيتهم كده مقطعهم صغير، وجبت 5 جرام دهنة هتشوفوها دلوقتي وحطها معاها. عندك ليا حطي لوحدها، عندك دهنة لوحدها حطي، عندك الاتنين خير وبركة حطي الاتنين. ونقلب كده حبايبي، امشي بالخطوات والتكات اللي انا هقولك عليها دي ورا بعض كده، هتعملي احلى كبدة في حياتك هتدوقيها. وتصفري معايا كده، انا مش عايزاها تغمق معايا حبايبي عشان يشربوا من بعض كده مع الزيت. هنجيب بقى الكبدة بتاعتنا، انا جايبة 1/2 كيلو كبدة. هتقولي للجزار انا عايزاها شرايح رفيعة شاورما فتل، ركزي على كلمة فتل دي. طبعا انا مش هقلبها زي ما انتوا شايفين، دي تركية وسر من الاسرار. مش هنغسل الكبدة. ليه بقى مش هنغسل الكبدة؟ هتقولي ازاي الدم؟ الدم ده بيبقى انسجة طبعا، وبيبقى زيه زي اللحمة اول ما بتتحطيه في الصاج وهو سخن. عشان كده انا قلت الصاج يبقى سخن مولع والزيت يتقدح جدا. شوفوا انا ما بقلبهاش، انا عمالة اعمل بيها كده بالمعلقة عشان مجلده معايا شوية، مجمدة معايا شوية، فبفكها كده بالمعلقة. لكن انا ما قلبتش، وبجيب الزيت كده لان الزيت عندي الصاج واسع فجاي على الجنب، فبجيبه على. انت لو حطيتيه في طاسه، بقول لكم الريحه جميله وحطوا اللايك، لو حطيتيه في طاسه هيلم معاك الزيت. انا حبيت اعمل بقى شغل العربيات الكبده فحطيته في صاج واسع. خلاص يا حبايبي، دلوقتي انا لونها اتغير معايا، ما قلبتهاش. لما لونها اتغير معايا من تحت زي ما انتم شايفين بقى لونها كده، ابدا بقى اقلب فيها. خلاص، يبقى احنا ما بنقلبهاش، ما بنقلبش فيها الا لما لونها يتغير معايا من تحت. ابدا بقى اقلب كله مع بعضه كده عشان كله يشرب من بعضه كده في الزيت واللية والدهنه اللي احنا حطيناها كده، وايه والدنيا تبقى حلوه معايا كده وكله يبقى لون واحد يتشرب من بعضه. اقلب فيها شويه كده زي ما انتم شايفين. يبقى التكايه الاولانيه ان احنا بنسخن الصاج جدا ونسخن الزيت جدا، وبعد كده بنحط الكبده يا حبايبي نيه. ده سر من اسرار الكبده، الريحه هي جميله طبعا. قبل ما نحط اي حاجه الريحه زي العسل، انتوا هتعرفوا لما تعملوها وتجربوها. ابدا بقى اللون اهو اتغير معايا زي ما انتوا شايفين كده. هوطي طبعا عليها عشان لونها ما يتغيرش وتسود معايا ولا تغمق. هنجيب فلفل هنقطعه صغير، هخليه بارد زي ما انت حابه، وهحط معلقتين خل كبار، وهحط معلقه كمون صغيره ومعلقه كزبره صغيره. هي دي بقى خلطه البرنس اللي انا قلت لكم عليها. وهحط 4 فصوص ثوم مفروم كبار واحطهم واقلب زي ما انتوا شايفين كده، اقلبهم على بعض واحطهم. خلاص، دي خلطه البرنس السريه. يبقى احنا كده عملنا 3 تكات، تسخين الصاج وتسخين الزيت والكبده النيه وخلطه البرنس. هنحط دلوقتي معلقه كبده، بهارات كبده زي ما انتوا شايفين كده. نحاول نجيب يا حبايبي الكبده البهارات تكون نضيفه شويه عشان تدينا الطعم الكويس، دي اهم حاجه. خلاص، حطينا بهارات الكبده معلقه صغيره. هنحط بقى الملح بتاعنا، هي كده استوت. خدوا بالكم انا موطيه عليها الاول، بتبقي معليه ووريتكم انا التوطيه امتى. خلاص، هنحط اللايك كده، وريحه بقول لكم فظيعه برده. هدوقها اشوف ملحها. الملح ده بتاعك يا حبيبتي، دوقيه انت. حطيت تاني، محتاجه ملح، حطيت تاني. خلاص، هجيب بقى بهارات 7 زي ما انتم شايفين كده. هحط ايه، معلقه صغيره من بهارات 7 رشه كده، نص معلقه.
خلاص يا حبايبي، وهقلب برضو، امشي بالخطوات واحده واحده كده زي ما انا ما بقولك، هتاكلي احلى كبده. هنحط برضو معلقه صغيره ايه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، وقلب قلب قلب قلب. هجيب بقى ايه معايا قرن فلفل تاني هحطه كده على الوش. ليه؟ لان احنا ما عملنا خلطه البرنس اللي انا قلت لكم عليها، طبعا الفلفل استوى مع الكبده، لا انا عايزه بقى ايه قرن كده يبقى باين في الكبده ولونه اخضر وينجرش في بقي كده، يبقى طعمه حلو وفريش كده، يبقى باين في الكبده. السر الاخير بقى شويه الايه الخل اللي شفتهم على الوش ده من مطبخ فوفا وتوتا والاسرار النهارده كلها لحبايبي ومتابعيني، واحلى كبده وكبده العربيات. واعمليها وهتعتمديها، واثقي في كلامي وبفضل الله ثقه في الله. وكده خلصنا الكبده يا حبايبي، وهنحطها اهو. اللي مش حابب الدهون ما يحطش، انا بحط الزيت، انت عايزه تقللي قللي، انا شلت منها شويه بس برضه انا بقولك ان الصوص ده تحفه للي غاوي صوص واللي غاوي دهون، تحفه جدا، مش حابه شيلي منه. كده احنا خلصنا الكبده، برش بقى ايه شويه توابل كبده على الوش كده، عشان كده بقول لك هاتي توابل كبده حلوه. والتركايه الجامده شويه البقدونس اللي هتفرق معاكي 180 درجه، اوعى وشك اللي احنا عملناكم، وشويه البقدونس دول كوم تاني حبايبي. وبكده نكون خلصنا بقى الوصفه بتاعتنا، الكبده المستورده بتاعت العربيات، هتاكليها وعيالك مش هياكلوها من الشارع تاني، وهتعتمديها وهتجيب معاك اخر الشارع وسندوتشات ودي. وكده خلصنا الوصفه النهارده، يا رب تكون نالت اعجابكم وتحطوا اللايك، واللي داخل عليا جديد يشترك في القناه، واشوفكم في وصفه جديده من وصفات مطبخ توته، مطبخ فوفه وتوته، واصلا مطبخ فوفه وتوته. واشوفكم على خير، ومع السلامه حبايبي.